الله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، إخواتي الكرام، وحال كان اسوي مدي أحبابتا للي يرضى ديغان كعلي قيدي أو أقوه ريو الشيخ سعيد حاج علي وعطسي النقاقي مدي إنا نسجلنا أما الدوبنا قرآن كريم جلاد سبتي عن دوبنا أو جمعه سهر الله دوبي أيضا أحبابت إلهي وقدل بيس أجر فربضا إن كاشو إن أنا نكسي داري افتتاح بدن مرحبا وحان ربانا أسماء الأخيار تماشى فلذا عن سوى كوبنا إيو نظام كسبعة سبعنا أخرين تيسا وحان إلهي وقرر جينينا أجر بدن وجدك الكملهين أحبابت ماشى فلذا هدي عن قالوا أيضا مانتا أي تاريخ دو تاي لباتن كبشة لبيتومناد لبدكم سجالة تبانكا كون بيجان سدح لباتن كبشة أفراد كون أفر بغل أفرت يكو هجريجا مال النما جمع على أي تاي أحباب تماشى فريدة وحاجة قرب كي مديك فريا مع المسعود محمد حسن وحاكو حجا شيخ سعيد حاج علي وحاكو حجا مع الحسن محمد عبدي وحاكو حجا معلن محمد احمد محمد وحاكو حقا معلن عبد القادر معلن عبد الله محمود حسن حسين وحاكو حقا معلن عبد القادر افرح انترو وحاكو حقا معلن علي عبد الله علي وحاكو حقا معلن ظاهر ابوكر محمد اياكو حقا وحاق جدا بيا أنيكو مع عبد الرحمن إبراهيم راجي صبعة وحنا بلا بدونا إن شاء الله تعالى مع مسعود محمد حسن أيضا بلا بدونا فليتفضل مشكورا مع المسعود. سهل لنا بما نريد ونجنا بما نخاف بفضلك يا لطيف انت آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله لنبنا إنصارا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم أيضا وأولهم في أنفسهم قولا إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا أو خذوا من ديركم ما فعلوا إلا قليل من أمر أنهم ما يؤذون به لكان خيرا لهم أشد تدبيرا تيناهم من لدنا أجرا عظيما صراطا مستقيما ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين لأن فإن أصابتكم مصيبة قال قد رحم الله وليلمكم عاملين وإن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم يكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فرض في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء
الرؤساء والوجدان الذين يقولون ربنا اغننا من اهل ولد الظالم ابا عبد الله من لدنك وليا وجلنا من لدنك نصيرا الذين امنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الداوود فقاتلوا اولياء الشيطان ان كيد الشيطان كان ضعيفا الم تر الى الذين قيل لهم كفوا ايديكم واقيموا الصلاه واتوا الزكاه فلما كتب عليهم القتال اذا فريق منهم يخشون الناس كخشيه الله وشند خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب والمتاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن استوى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وأن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وأن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يقولون هذه ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة ويقولوا رضاعة فإذا برزوا من عندك بيض طائفة منهم غير الذي تقول الله يهدم الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذي يستبدون من بلولا خذنا إليهم بلولا في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرز المؤمنين عسى الله وإياكم فباز الذين أبلوا ولا أجدوا فزوا أجدوا حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كل منها وكان الله على كل شيء مقيتا وإذا حييتم بتحية فحيوا بأسلامها ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا الله لا إله إلا هو لا يجمعنكم إلى يوم المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن يدوم من الله ومن يدوم الله ومن تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلا قاتلوا فإن قتلوكم فلم يقاتلوكم وعليكم الزاد فقد جاءكم عليهم سبيلا الآخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلغوا إليكم السلام ويكفوا أيديهم فخذوا واقتلوا أيديكم وأولئكم جعل لكم سلطانا مبينا وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا
فإن كان من قام عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رغبة مؤمنة، وإن كان من قام بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رغبة مؤمنة. تبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك حاكم فمن مر عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير للضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكل بعد الله وسام، فضل الله المجاهدين على القاعدين درجات منه ومغفرة ورحمة، وكان الله غفورا رحيما. إن الذين توفاهم الملائكة أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يذهب الله غفورا رحيما. فإذا قررتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة لهم الصلاة، فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة، ولا جناح عليكم إن كان بكم مدى من مدى أو كنتم مدى أحدثهم وأسرعتكم وخذوا إلى الأمر إن فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأنتم وأقيموا الصلاة إن الصلاة تعلمون يعلمون كما تعلمون وتدور في الله ما لا يدور على علمك. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس ما آتاك الله ولا تضل الظالمين خصيرا، واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. ولا تجادل عن الذين يختارون أنفسهم إن الله ولا يسفور من الله وهو معه إذ يبيتون ما لا يحتاج أحوال وكان الله بما يعملون خيرا. هؤلاء جادلتم عنه في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنه ولا يعمل أن يكون عليه وكيلا، ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يتبع فإنما يسلو على نفسه فكان الله وليما كيما، ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي في بريئة قاضي جمال بدان وإثما مغيرا. ولولا فضل الله عليك
ورحمته لهم الضائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ويخلق ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين بعد ما ولأمنينهم ولآمرنهم فلا يبتكن آذان الأنعام ولا آمرنهم فلا يغيرن سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها عباد الله يا قوم رزقهم يا غير ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى به ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن أسلم وجهه لله وهو محسن قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمسلمين خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصالحا بينهما صلحا غير مغلقة تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل المال ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم اتقوا الله أيها الناس ويتبع غير أحكام ولا ذلك عدل كان يريد ثواب الدنيا فإن تبع ثواب الدنيا ولا حياتها كان الله سميع المسير يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبع الهوى أن تجلوا ويتردوا غير الأكال بما تقولون عليها أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل
إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم زادوا كفرا ويستهزأوا بها فلا تقعدوا معهم حتى يقولوا في حديث غيره إنكم لمثل إننا جميع منافقين والكافرين في جهنم جميعا الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونماكم من المؤمنين فلا يكون بينهم يا مريم جعلين لا يكافرين ألم من سبيل إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا تتخذوا الكافرين أولياء الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله بين الله ورسله ويقولون نؤمن بالله ونؤمن بالله ونؤمن بالله ونؤمن بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم كفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وغير قرآن سبنا مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين طلبوا في سبيل الجميع Yeah.
في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك ومقيمين الصلاة من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم إلا طريق جهنم يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم ويتقوا ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه عبدا لله ولا المرأة يقتل مغرور وما يزاق عبادا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين سبقوا ليس له ولد وله أخت فلا نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء ولا القلائد ولا من البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنان قوم صدوكم عن المسجد الحرام والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب
وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا لكم الضيبات وما علمتم من الجوارح مكلمين تعلمونهن بما وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتمهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكن الإيمان فلا بد أمل وفي الآخرة من الخاسر الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامتم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا سعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولا من يريد ليطهركم ويتم نعمته عليكم ورحمته واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي شهداء بالقصد ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تدركوا ورمك وتولوا إلا الله خبير بما تفعلون وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم الذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأخذتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار وما كفر بذلك منكم وأضل سواء السبيل ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مبادئه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال فنصوح حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم وأتى بشر المزايا يوم القيامة جزاء بهم الأرض ما كانوا يزنون يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرج من الظلمات إلى النور بإذنه عن صراط مستقيم لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله الرسل وقالت اليهود
والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاء بشير ولا نذير ما جاءكم بشير ونذير وما قل جاء موسى لقوم يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم قربا قربانا فتقبل من نحديما ولم يتقبل من الآخر ليريه كيف يواري سوى تأخي قال يا ويلتا عجز ومكون مثل هذا الغراب وهو يسوى تغريبات من الناس من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءت رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا من بعد ذلك في الأرض لمظلمون إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا السماوات والأرض يا
الرسول لا يحزنك الذين يصارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم من الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلمة من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أكلون للسعوت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم فأعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإنك أم تفعكم بينهم لرسلنا الله يقبل وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون عن بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تدعوا بآياتي ثمنا قليلا وعلمكم بما أنزل الله وأولئك هم الكافرون وتمانع فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فما تصدق به فهو كفارة له ومن لم يكن بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون وقفينا على آثار بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل هدى ونورا مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فكن بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما تتبع أهواءهم وحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولى فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعضهم ومن يتولهم منهم فإنه من عند الله لا يجرهم الظالمين مثل الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نشاء أن تصيبنا دائرة وعسى الله أن يأتي أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله اتخذوا
دينكم هزؤا ولعبا من الذي يهد الكتاب ولهم منا إلا نامنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل أن أكثركم فاسقون قل أنبئكم بشر من ذلك مصوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم الغنى بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء ولا يزيدن كثيرا مما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما لستم على شيء حتى تقيم التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم ولا يزيدن كثيرا مما الذين هادوا والصابرون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاء تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم وصموا كثيرا منهم الله كثيرا منهم الله الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله ما إله ما إلا ما ذا ما يقولون ما سن الله يا الله يا زكريا الله يقول المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كثيرا من
منهم يتولون الذي كفروا ربي سما قدم بالله والنبي وما لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين ترى أعينهم تفيض من الدم لما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما نرى لا نؤمن بالله وما جاءنا يا حق فأصابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها والذين كفروا تعلموا طيبات ما حل الله لكم ويتجدوا إن الله لا يبلغ شديد وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الذي أنتم به مؤمنون لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون ما تطعمون أهليكم وكسوتهم أو تحرير رغبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم يا عبد أيمانكم ذلك يبين لكم آياتي لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب ولذلك من بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر من الصيد تنالوا أيديكم يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يقوم به ذبا عدل منكم بإذا عدل منكم هجم بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما يذوق وبالا في الخلق أما ساق أمرا تبت أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البحر ما تنحرم قياما للناس والشر الحرام والهدي والغرام في الدار لتعلموا أن الله يظلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم أن الله يريد الرحمة وأن الله غفور رحيم على الرسول إلا البلاغ ولا يعلم ما تكتمون والله يستوي الخبيث والطيب ولا وحدما تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسوكم تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم ما جعل الله من بهيرة ولا صائبة ولا وصيلة ولا ولكن الذين أمروا يبدلون على الله إذا جاءت من الله يبدلون
أنفسكم لا يضركم من قال إلى تزيد يا الله يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيصيبان بالله إن ارتبتم على شريف ثمن ولا كان ذا ما ولا ندعو لا تتلى إنا إلا من فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم من الأوليا الشهادة على وجهها ويغضب أن ترد إمار من إمار يا الله واشهد أن لا إله إلا الله الفاسقين ويجمع الله الرسل ويقول ما لا وجد معلولا إنما لا إنما الله والغيار يا عيسى ابن مريم إذ غار الله عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الدين كيأتي الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ قبضت بني إسرائيل عن جيش إلا بالبينات بغير الكثير وإذ أوحيت إلى الحواريين آمنوا بي وفي الرسول قالوا آمنا وجدنا مسلمون إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قالت لولا أن نأكل منها وتلم إن قلوبنا وتلم غزتنا ونحن قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق أن اعبد الله ربي وربكم وكنت عليك شهيدا ما دمت به فما تبيتني فما ترغيب عليه عشان كل شيء تعذبه فإن عبد رأيت في الأرض إنك أنت رجيت هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار والدين فيها أبدا بالحق لما جاء فزاق يدي ما كانوا بيسدوا كما لا
لنا من قبلهم من غن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا كتب على نفسي الرحمة لا يزم عنكم في أيام القيامة العالمين الذي يحسب مصطفى لا يمنع سكن إلي أن أعلى سميع الله غير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض مهما يظلم ولا يظلم وإني أمد أن أكون أول من السماوات أكون من المشركين إن سجل في أدام شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لينذركم به ومن بلغ إنكم لتزدون أنك مع الله يا تدور لا تدور إنما هو يا واحد إنه يبين الذين آتيناهم الكتاب يعرفون وفي آذانهم مغرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوا من الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما بلدنا بها ونحملوا الأبدار مرادون عسى ما يدرون وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو ولا دار غير دهر للذي يدور فلا يغفرون إنه لا يجنك الذي يقول استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء الذي بآيات ربنا لولا جمع فردا فلا تكونن من الجاهلين لا يستجيب الذي يسمعون الفوز يقدم العزم إليه وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل الله قادر عليه
على دائر يدير بجناحه إلا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يتلى سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من لا غير لا يديكم من الله فنزر بما يزفون كل رأيتكم من أتاكم عذاب الله أخذت رجاء لكل غام الظالمون أرسلوا المرسلين إلا مبشرين خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك من أكتب إلا بيها يقول لسير ما الوزير فلا تتذكرون الذين يخافون أن يحشروا إلى رب ليس لهم من دوني ولا يدبر لك من تقول ويتدرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من إسامهم من جاي وما من إسامهم كريم من وتكون من بعضهم ببعض كتب ربكم على نفسه الرحمة إنه من عمل ما منذ من جارة ثم تعلم في غزا بين عبور وكذلك فرض الآيات ولد السبيل سبيل المجرمين قل إني نريد أن نعبد الذين تدعون ما دون الله من ربي وكذبت به ما عندي ما تزينون منه إلا لا يقدر الله الباصر قل لو أن عندي ما تزينون إلا خذي الأمر بيني وبينكم الله أعلم بالظالمين عنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا ويعلم ما جرتم بالنهار ثم يبعثكم به الله جرا مسمى ثم اليه مجرم ثم يربيكم بما كنتم تعملون وما يرفع عبادي ويرسل عليكم فلا حتى اذا جاءتكم الموت تنفذوا ثم والله يفرطون الى الله مولاهم الحق لا ترحم ولا تغازل ومن ينجيكم من ظلمات البر والبحر عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم من زمان ما ذرع فنذرع فلا يأتي
حقوقا وهو حق كل سؤالكم يا كير لكل نائم مسهر وصوبة الأمور وإذا رأيت الذين يقولون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يقولوا في حديث غيره وإما ينسينا شيئا هم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبصر نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أتلوا بما كسبوا ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصاب يدونه من الهدى وإنه سماء والهدى وهو منا لنظم لرب العالمين أجيب الصلاة والذي خلق السماوات هداني ولا أخاف ما تشركون إلا يا ربي وجا ربي والعلم فلا تتذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم يكن يعلمون كلنا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريتي داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجد المرسلين زكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلنا فضلنا على العالمين وذرياتهم من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس يجعلونه قراطيس يبدونها ويخفون كثيرا وعلمتم مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون
أعلم ممن ابتلى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم أول مرة وتراتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شبا كل الذين تتولوا في عمرنا ولم تتبعوا ما كانوا تتبعوا إن الله فارغ الحب والنوى يخرج الحي من نفس واحدة ومسير ومجودة وغسل آيات اليوم يفعون والذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حب متراكبا ومن النخل من ضلعها غنوان دانية وجنات من عناب والزيتون والنخيل والرمان مشتبها وغير متشابه الأمر إلى ثمرها فأتينا في ذلكم آيات اللوام وجعلوا لله النرجاء الجن وخلقوا له بديل وبنات بغير مزبر وتعالى ما يصفون بديع السماوات والأرض أن يكون له ربكم لا إله إلا هو وأبصارهم وما لم يؤمنوا به أول مرة ولم يكونوا بالله يعملون ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا الكتاب مفصلا والذي آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربها بالحق فلا تكونن من المفترين ربنا سلطان على لا مبدل لكلماته السميع العليم
الأرض يدلون على سبيل الله إلا الطيور إلا الظن غير إلا الرسول إن ربك هو أعلم من يدل عن سبيله وأعلم من رسله فكلوا مما ذكر اسم الله لا تكلوا مما ذكر اسم الله عليه وإن وقد فصل لكم ما حرم عليه إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا الآيات المنى بها ما يبهر إن ربكم أعلم من تبين وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يسمون علم الشيطان بما كانوا يختلفون ولا تكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين لا يوحون إلى هذه الرجال وإن تتوبوا إنكم لمشركون ومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في النار كمن بدل في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا مثل ما أوتي رسل الله الله أعلم حيث يدعو رسالات تنسيب الهدي على موسى وعليه الله وعلى ما كانوا يقولون من يهدي أو يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يلد الله يجعل صدره لا يرى كأنما يصعد في السماء الجن قد استكثرتم من الأنس وقال أولياؤهم من الأنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائنا إلى الله وما كان لله فيصير إلى شركائنا ما يقومون وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاء وهم ليردوا وحرث حجر لا يدعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرم ظهورها الذين
قتلوا أولادهم سفا بغير علم وحرموا ما رزقهم الله سرا وما كانوا مهتدين. والذي يغشى جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكلوا والزيتون والرمان متشابها وغير متشابها اثنين ومن المعاد اثنين قل الذكرين الرمى أما اشتملت عليه أرام الأنظيين أم كنتم شهداء إذا أساكم الله بهذا فمن الظالم لا أجد فيما أوحي إلي محرما على ظالم يدعمه إلا يكون ميتة أو دما مصفوحا أو لحما خنزيرا فإنه رجس أو بصن إلا لبان الله ميم من ذر إلى ماء فإن ربي غفور رحيم. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البغر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا فلا تشهد معهم ولا تتبع هوى الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة آمنا. قل تعالوا واتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها إلا وتبذل ولا كان له فاقد لا يوفون لفرصهم لعلكم تذكرون. وإن هذا صراطي مستقيما فاتبعوا ولا من فقد جاءكم بينة من
من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدق عنها يأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا يرفع نازل الذين فرغوا دينهم ولا تكسب كل نفس إلا عليها كتاب أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء ولما تذكروا موازينه فأولئك الذين أزروا أولئك ما كانوا بآياتها يرمون ونكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش ما تشكرون لقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين ما كان تسجد إلى مردوها الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سواتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الوالدين ربهما إني لكما لمن الناس أتلهما بغرور فلما ذاق الشجرة بدت لهما سواتهما ودفقا يقصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما وليس ولباس السواد لغير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون
يخرجنكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يريكم هو وقليل من حيث لا ترى أخرج لعباده والطيبات من الرزق غلي للذي أمروا بالحياة الدنيا وإنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن إنكم رسل منكم يمسون عليكم آياتي فمن تواضع فلا خاف بآياتنا وصبروا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون من افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى رسولا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدور من دون الله دخلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولى ربنا هؤلاء يذلون بعدهم على مذهب من النار فما ولا يقولون جنة أتى يلد الجمل في سم الخياط وكارك نجم الرمال جهنم بها تعمل وكذلك نجد الرمال الذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة بها خالدون ونزلنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لهدى وجدنا ما وعدنا ربنا حقاً فلوجدتم ما وعد ربكم حقاً ما دون بادر بادر بير ولنت الله على الظالمين الذين يصدون سبيل الله يقول لا إله إلا الله كافرون وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلهم يسمعون أبصار من أصحاب النار
يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوا من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم والسحرات بأمرها له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين فذروا أموالهم فإنه لا يحب المعتدين تفسدوا في الأرض بعد حتى إذا أقل السحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأجب في الرابع من كل الثمرات كذلك نرجى الموتى لعلكم تذكرون طيب يخرج النبات بإذن ربي والذي ما القرود دع لكم خلفاء من بعد عمرو ولا دهم على غزدا الله قالوا أتيتنا لنعبد الله وحده ولا بكم رجس وغضب تجادلونني في أسماء سميتموها أنتم أباؤكم ما لنا لا بأمس الظهر فانتظروا إني معكم يا المنتظرين فأنجيناه والذين معه من المسجد منا وقد نادى بالذين هزموا بآياتنا ما كانوا مؤمنين وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروا في أرض الله ولا توسلوا بسلاح فيأخذكم عذاب أليم وقلوا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون ما وصولها وصولا وتردوا الجبال بلوتا الذين استضيفوا لمرامر لما تلموا أن سالي أنفسهم من ربي قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون الذين سبروا إنا بالذي أمر
تاتور الرجال يا وما كان جواب قومه الا قالوا اخرجوهم يا ولد وان امراه يتدهرا ما له الا امراه كانت في غابه عليهم ما ترى فكان عاقبه مجرمين والى مدير اخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أموالهم ولا تنسوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتقول نخرجنك يا شعيب والذين امروا ما كما غلتنا النبي بالذي حال ولا كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا ان عدنا في ملتكم بعد اذ نجانا الله منها وما يكون لنا ان نعود فيها الا ان يشاء الله ربنا وسع ربنا كل جهنم بسلام ربي ورزاق له كيف أسى على قوم الكافرين ما في قرية من نبي إلا أخذنا على بالبساء والضراء نعوذهم يضرعون أخذنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مسها من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا يؤمنوا بما كذبوا من قبل ذلك إذ أولى على قلوب الكافرين لهذا الإمعاد وجدنا أكثرهم لفاسقين وبعثنا من بعد موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فضربوا بها وخذوا كيف كان عاقبة المفسدين موسى قالوا يا موسى
موسى أنا الغياسة كحيا يترقب ما يفقه الحق وبدل ما كانوا يعملون هنالك وقلبوا سعير صارت ساجدين فأمنا بأبرى ربي موسى أنا فرعون وأمعتم به قبل أن نأذن لكم إنا سعينه إلا يصلوا إلى الأحياء والله يشامر بأني ورحمة المتقين قالوا أذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى رب عيونك أدب أخبرتني وأخبرني بأنك كيف تأمر وقد أخذنا قال في أول السنين ورسلنا ثمرات الألعاب يتذكرون الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يتطيروا بموسى فمن مالوا إنما تهيروا هذا الآية وإنما تهيروا قالوا مهما تأتنا بآية لتذكرنا بها فما لكم مؤمنين فأرسلنا عليهم الطوفان والجاد والغمر والنفاد والدماء حياة مبصرات لنا ربك إما عهد أنك لا يكلم أن بذلك من لك ونرسلنا معك من إسرائيل لما كشفنا عن برز إلى أجل فارغوا إلى عميان خطا فاتقمنا منهم فأغرقناهم في الجنب بأن كذبوا بآياتنا كانوا عنا غافلين ورحمهم الذين كانوا يصلعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك العسرى على بني إسرائيل ما صبروا ودمرنا ما كان يستغفر عنهم وما كانوا يعرفون وكان ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام الله وأتممنا بعشر فتم ميقات ربي أربعين ليلة وقال موسى خيار ربي في عمي وعدي ولا ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك فلم قال لن تراني ولكن أنظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله ذكر وأنه اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي لقد اتيتك وكن من الذاكرين وجعل له في الالواح من كل شيء موعظه وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوتي ومرافق ياخذ باسر يا سوري كنت الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة
من علي مجلا جسد له غبار ورأوا أنه الله النور ليل بأن ربنا وبلا لنكون النبي حاسدين فلما رجع موسى إلى قومه غضبان آسفا قال بئس ما غرفتموني من بعدي أعدلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال إن قام سلفوني وكان اتخذوا العجل سينالهم ولو من ربي عذلتهم بحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين والذين عملوا السيئات ثم تابوا ببعدها وآمنوا إن ربك ببعدها لغفور رحيم ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نصرتها سبعين رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنة تضل بها وفي الآخرة إنا هنا إليك قال عذابي أصيب به من نشاء والرحمة عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إسرهم الأغلال التي كانت عليهم الذين آمنوا به وهجروا ونسلوا واتبعوا النور الذي أنزل معهم أولئك هم المفلحون يا أيها الناس إني رسول إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت عشرة أصبات أمما وهينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل ناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسماء وكلوا منها حيث شئتم وقولوا اتقوا وقولوا وسجدا نغفر لكم وداياكم سنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم أرسل عليهم جميع السماء بما كانوا يظلمون واسألهم عن القرية التي كانت حالرة البحر إذ يعدون في السبت تأتيهم يوم السبت جرى ويوم لا يلبثون ما تزيد فذلك تبلغ بما كانوا يزعمون وإذ قالت أمة منهم وإن لم يتعظون فمن الله عليكم Ah!
ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يمسكون بالكتاب يا قام الصلاة إنا لا نضيع نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله